ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم البلاسي او بلاك فاست. دلوقتي حاوي اخوك جايب لك نسخة واتساب بتثبت كان بالمتجر. النسخة دي من احسن النسخ اللي نزلت في نسخ يو. النسخة دي جميلة جدا وفيها مميزات حلوة جدا وفيها متجر سمات. بس قبل ما اعرفك على النسخة، لو انت اول مرة تشوف الفيديو فما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير عشان غيرك يستفيد. النسخة دي طبعا انا سيبها لك تحت في الوصف. النسخة دلوقتي اهي، عرفك اللي فيها كل المميزات اللي فيها. ده لو انت عاوز تقفل الواتساب بس وتعمل اللي هو محدش يكلمك على الواتساب، اللي هو تفتح مثلا تليجرام او يوتيوب وتعمل هنا تفعيل ده عشان تقفل الواتساب. هنا بقى المميزات بتاعتها اللي هو هنا بقى ايه ده، هنا اخفاء الظهور مثلا، منع حذف الحالات، اخفاء اللي انت شفت الاستاديوس، منع حذف الرسائل، زر الصحيح الأزرق فقط بعد الرد، اللي هو مثلا بيتكلم واحد صاحبك وهو بعتك رسالة وانت شفتها بس ما تبينش اللي انت شفتها الا بعد ما ترد، اللي هو مثلا ازيك مثلا يبعت لك يقول لك الحمد لله، فاهمني ازاي؟ اللي هو بتبقى ماشية كده تمام. فانت لما بتبعت الرسالة بيبان عنده اللي هو شافها. هنا مثلا لو انت عاوز تقفل الواتس، هنا برقم وهنا بالنمط وهنا بالبصمة لو انت عندك بصمة في التليفون بتاعك تمام. اعرفك بقى حاجة برضو، اللي هو انت هتخش هنا هتعمل هنا النسخ الاحتياط اللي هو ملف السرعة والكلام ده كله. اهو هنا الملف السرعة اللي هو انت عاوز تحطه لو انت في الفيروس والكلام ده كله طبعا. وهنا اللي هو الستايل والشكل طبعا، لو انت عاوز تغير الستايل او تغير نوع الخط، شوف هتلاقي جزء نوع من الخطوط اهي تمام في البرنامج. طبعا اعرفك برضو ان هي نسخة يوم، مش هضحك عليك ولا حاجة اهي. هنا مثلا نخش على معلومات في واتساب اهي، اخر اصدار اصلا، ده اخر اصدار لسه نازل لغاية دلوقتي تمام. اخش برضو هوريك هنا حاجة برضو في السمات، اللي هو هنا فينا متجر سمات لو انت عاوز تحمل سمات من على النت تمام. مثلا نيجي نحمل السيم الاخضر ده تمام، مثلا موافق اهو، يعني شكلها اتغير طبعا. نسخة جميلة جدا مش وحشة. وديت لو انت عاوز تكلم رقم وانت منتش حافظه عندك تمام. كده انا عرفت كل حاجة في النسخة. فلو انت اول مرة تشوف الفيديو زي ما قلت لك، ما تنساش ان انت تشترك في القناة.